طالما احنا في 25 يناير لسه فاكرينها شعارات يناير عيش حرية وعدالة. نسمع مطالب اهالينا في محافظة الغربية. والله انا عايز ان هو يشرع قوانين تشغل شباب، تشغل الناس اللي قاعدة البطالة كده، تشغل الناس اللي مش لاقي حاجة، يتكلم عن الناس الفقراء، الناس اللي هي الطبقة اللي هي معدومة تحت، مش الطبقة الوسطى، لا الطبقة اللي هي التحتانية خالص. اتمنى الاساتذة الاخوة الافاضل اللي داخلين مجلس النواب يعني ياخدوا خطوة جريئة تجاه الناس الفقراء، الفقراء، الناس الغلابة، الناس اللي دخلهم محدود، لان الناس كلها دلوقتي تعبانة وبتشتغل بتشتكي من معيشة. وطبعا يعني في ناس كتير جدا، ناس كتير جدا على قد حالهم ودخلهم بسيط، فاتمنى ان ما يكونش بس هدفهم الكرسي او المنصب، لا يتجهوا اتجاه تاني خالص غير الاتجاه اللي كان اللي كنا بنسيره قبل كده. نائب يكون كويس، يحس بالشعب ودايما يكون فكرة قوية عن التشريعات والقوانين، لان البلد في حالة صعبة الفترة ديت، ودايما يحس بالشعب ودايما يتواجد معهم بصورة كاملة. طيب سمعنا بأستاذ حضرتك، سمعنا مطالب أهالينا في الغربية، نذهب أيضا إلى أسوان نكمل معه. بنطلب من أعضاء مجلس الشعب أي نائب عندنا في أسوان أو نائب على مستوى الجمهورية يحل مشكلة الصرف الصحي، المواسير اللي ضربة، وهي زي ما حضراتكم شايفين الصرف الصحي المواسير متهالكة جدا. طالبين كمان حل مشكلة البطالة بالنسبة للشباب، الشباب ما حدش بيشتغل، كله نايم، لا في مصانع ولا في أي حاجة تشغل الشباب. عايزين الزبالة اللي في الشوارع دي عايزينها تبقى حلوة، الشوارع كلها بتاع السلي الحكمة. هنروح كمان نكمل مع حضراتكم مكملين طبعا، ده نروح دلوقتي جنوب سيناء. زملائنا او زمايلي في طبعا مراسل النهار اليوم الاجرينا واشتغلنا على اليوم ده بشكل كويس جدا، مش بس عشان ننقل لكم صور من حلفان القسم وطبعا بيشرفنا ضيوف، ولكن ايضا ننزل في الشارع ونسمعكم عشان احنا نكون ننقل الصوت ده للي عايز يسمعه، للبرلمان، للحكومه، للرئاسه، للمواطنين اللي حب وحملنا أمانة ان احنا ينقل من خلالنا صوته ليكو. نسمع جنوب سيناء دلوقتي. بالنسبة لعضو مجلس الشعب انا عايز اسأله ثلاث اسئلة. هو يعني فين الخطة الواضحة لدعم السياحة؟ فين ان هو هيدعم شرم الشيخ ازاي؟ لغاية دلوقتي احنا مش شايفين اي ده، اي حاجة بالنسبة للموضوع ده، مش شايفين اي خطة واضحة بالنسبة لدعم السياحة في شرم الشيخ. نمرة اتنين، احنا سمعنا برضه في التلفزيون ان في التلفزيون بس ان هيبقى في اعفاءات ضريبيه بالنسبه للناس اللي شغالين في قطاع السياحه. لغايه دلوقتي احنا بيتخصم موظفين السياحه الضرايب طبيعي جدا، واحنا مش شايفين اي داعي لده، لان احنا اساسا مرتباتنا نزلت تقريبا اكتر من النص. ومع ذلك ده يعني بالتالي النقطه الثالثه، ومع ذلك الانفراستراكشر او الخدمات اللي بتقدمها الحكومه عماله تتدنى مش بتطلع لقدام. عضو المسؤول عن سيناء ومسؤول عن شرم الشيخ ان هو اهم ملف ان هو يفتحه لازم يتكلم على الملف السياحه، لان ده اخطر واهم ملف مش اقليميا لكن عالميا. الميديا او الاعلام في مصر دايما بيتكلم عن السياحه الداخليه، والاحاديث كلها في جميع وسائل الاعلام بتتكلم من الداخل، لكن خارج مصر هي دي الاخطر، هو ده الاهم. انا بطالب الدنيا تمشي لان مفيش شغل فعلا. بطالب من عضو مجلس الشعب عطيه موسى جبالي اللي هو يبص على الناس بتاع التاكسيات، مفيش شغل خالص. الناس زي ما حضراتكم سمعتوا سواء في اسوان، الغربيه، جنوب سيناء، منتظره فعلا العجله تدور، منتظره انه بايد التشريعات دي انها تمشي. ومش بنعلق الامال ولا بنقول ان احنا متكلين على البرلمان بس عشان البلد تمشي، لا البلد هتمشي كده كده، بس طبعا في ظروف تانية بتبقى زي غير الطلبات الملحة، ظروف خاصة بالامن، بالاستقرار، الوضع الاقليمي، المكايد، الارهاب الى اخره، ظروف خاصة ربما مصالح شخصية، مصالح شخصية لناس مستفيدة من اوضاع ما في البلد. طيب